بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا مرحبا بكم مرة أخرى، والآن مع يعني تمرين التطبيق رقم 1 حول درس الحسابيات. إذا هذا التمرين يتعلق بالفقرة الأولى وهي قابلية القسمة في الزاد. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول بين أن العدد يقبل القسمة على 7. دونك كيفاش غنبينو أن هذا العدد يقبل القسمة على 7؟ إما نبينو أن 7 يقسم هذا العدد، يعني أن هذا العدد مثلا جوج ثلاثة عفوا ثلاثة أس زوج أس أن ناقص زوج أس أن كيساوي 7، المهم كاف 7. كنظن أنه ما نعرفش، ما غاديش نقدرو نبينوه، ما غاديش نقدرو نوصلو لهذا الشيء هذا. إذا الوسيلة اللي غتبقى لي، الوسيلة الوحيدة اللي غتبقى لي هي البرهان بالترجم. واخا ما قاليش برهان بالترجم، انا غنستعمل برهان بالترجم، لان الوسيله الوحيده اللي تبقى لي هي برهان بالترجم، لان ما غاديش نقدر مباشره نلقى هاد النتيجه هادي. دونك شنو بعد، شنو المعنى ديال هادي بعدا؟ هذا يقبل القسمة على 7، يعني يوجد عدد كا ينتمي للزاد بحيث هاد العدد كيساوي 7 كا، هو اللي خصنا نلقى. متفقين؟ دونك نبين انه شوف زوج اس ان عفوا 3 أس ان يقبل ألوغ، من أجل نستعمل برهان الترجم، من أجل أن شنو هو أصغر عنصر في المجموعة اللي عندنا؟ هو الصفر. لدينا 3 أس زوج الصفر ناقص زوج أس صفر تساوي هذه 1 ناقص 1 تساوي 0، و 0 مضاعف ل 7. إذن العبارة صحيحة من أجل أن يساوي 0. نفترض أن العبارة صحيحة من أجل أن، يعني وشنو العبارة؟ اي اش كتعني هذه العبارة زعما من اجل اي ان زوج ثلاثة عفوا اس زوج ان ناقص زوج اس ان يقبل قسمة على ان، او يوجد ك ينتمي الى الزد بحيث وشنو 3 اس زوج ان ناقص زوج اس ان تساوي 7 ك. وكذا هو المعنى ديالها. ياك إذا الفقرة الأخيرة نبين أن 3 أس زوج أن زائد 1 ناقص زوج أس أن زائد 1 يقبل القسمة على 7. دونك هذه هي الأوضاع عبارة عن الترجع. كنفترضوا من أجل كنعطيو أدنى قيمة في المجموعة أن يساوي 0 مثلا، وهنا في هذه الحالة أن يساوي 1، كنتأكدوا بأنه العبارة صحيحة من أجل أن يساوي 0، أن 0، ثم كنفترض أنها صحيحة من أجل أن، وكنبينوا أنها صحيحة من أجل أن زائد 1، صحيح؟ ألوغ كيفاش غتكون صحيحة من أجل أن زائد 1؟ إذا خصني نلقى هذا العدد كيساوي ك 7، هذا العدد كيساوي ك 7، باش نلقى هذا الشيء هذا خصني أول حاجة نديرها خصني نستخرج المعطيات الافتراض اللي افترضت، خصني نستخرج 3 أس زوج أن ناقص زوج أس أن، إذا شنو غندير؟ دونك لدينا خصني نلقى هذا بدلالة هذا. دونك 3 أس زوج أن زائد 1 ناقص زوج أس أن زائد 1 تساوي، دونك هي 3 أس زوج أن زائد 3 أس زوج، يعني أس زوج ناقص زوج أس أن في زوج تساوي 3 أس زوج أن في 3 أس زوج ناقص زوج أس زوج أن في زوج. مزيان، هادي شنو تساوي؟ 3 أس زوج هي 9، تساوي 9 في 3 أس زوج أن زائد جوج عفوا ناقص زوج في زوج أس زوج، عفوا هنا ماشي جوج أس زوج أن، كنغلط هنا زوج أس أن ماشي جوج
ان من جوج جوج ان جوج اس ان في الور تساوي 9 هي 7 زائد 2 اتفق معايا انت 7 في 3 اس 2 زائد 2 في 3 اس 2 يعني قسمت هاد 9 3 اس 2 ل 2 7 اس 2 ناقص 2 في 2 اس ان هادي 2 اس ان ملي كتهضر لي تساوي دونك 7 عندنا هنا 7 في 3 اس 2 زائد هنا نعمل بالزوج زوج في 3 اس 2 ناقص 2 اس ان تساوي 3 اس 2 7 في 3 اس 2 زائد 2 هذه شنو حسب افتراض شنو القناعه كتساوي 7 ك هذه حسب افتراض القناعه 7 ك يعني زوج في 7 ك كاين دليل الزاد بالله تعليكم اوكي تساوي دابا نعملو بالسبعة سبعة في ثلاثة أس أن زائد جوج كا واش هاد العدد قدامي الزاد هو ثلاثة أس جوج أن زائد جوج كا كينتمي الزاد علاش لأن كينتمي الزاد وثلاثة أس جوج أن ينتمي الزاد إذا هاد العدد غيكون ينتمي الزاد إذا وشنو هاد العدد اللي لقيناه النتيجة هادي هاد العدد شنو هو هذا ثلاثة أس زوج أن زائد واحد ناقص زوج أس أن زائد واحد مضاعف أو لا يقبل القسمة على سبعة إذا العبارة صحة من أجل أن زائد واحد وبالتالي فإن العبارة صحيحة من أجل أن أي وفي التالي غنقول الاستنتاج وبالتالي فإن العبارة صحيحة من أجل أن أي يقبل القسمة على سبعة صحيح إذا ما فهمتوش عاودوا لغير بالله تعليكم دونك البرهان الترجوع راه مشروح في المقرر ديال الأولى باك في الدرس تاع المنطق مبادئ في المنطق الدرس الأول البرهان الترجوع مهم بزاف كتستعملوه بزاف يعني على طول العام وهذا العام والعام الجاي إلى غير ذلك راه شرحتو تقريبا شي 11 مثال البرهان الترجع 11 مثال إذا اللي ما فهمش غير يفهم دوك 11 مثال 100% كملنا مع هذا المثال نشوفوا يعني السؤال الثاني السؤال الثاني بين هنا قال لك بين بالترجع هنا ما قالكش انا خلاك مفتوح الباب مفتوح هكا انا عطانا بين بالترجع دونك باش نبينو بالترجع كنشوفو دونك نبين شنو كتعني هذه 6 يقسم 7 دائما نترجم باش نفهم يعني ان هذا يقبل القسمة على 6 او مضاعف ل 6 وشنو كتعني هذيك يعني يوجد ك ينتمي الى الزاد بحيث وشنو 7 اس ان زائد 1 ناقص 1 يساوي ك في 6 او لا 6 ك صحيح هذا هو المعنى انه يقبل القسمة او لا يقسم صحيح اذا فهمنا دابا ترجمنا هذه واحد الحاجه اللي نقدروا نتعاملوا معها ونحسبوا بها غير ذلك لان بحال هكا راه جيني ترميز صعيب ولكن ملي كنترجم شي حاجه عمليه كنقدر ممكن نبدو بالجواب من اجل ان يساوي واش ندير صفر لا لان عندي ان اطوال اصغر واحد هو الواحد لدينا نحسب هذا لو تيرم 7 اس 1 زائد 1 ناقص 1 تساوي 7 اس 2 دونك 7 أس 2 هي 49 ناقص 1 هي 48 48 واش كتقسم على 6 نعم دونك هي 8 في 6 أي 6 دونك 48 هي 8 في 6 أي 6 يقسم 7 أس 1 زائد 1 ناقص 1 أي أو العبارة أجل أن يساوي واحد نفترض الخطوة الثانية أن العبارة
ان اي شكيت على لاباس على اجل ان اي انه يوجد ك لان هذا الشيء اي يوجد ك ينتمي الى الزد بحيث 7 اس ان زائد 1 ناقص 1 تساوي 6 ك. دونك الخطوه الاخيره نبين ان 7 اس بلس ان غادي ان زائد 1 يعني ان زائد 1 زائد 1 يعني ان زائد 2 ناقص 1 يقوي 6 يقسم. وكيفاش غنبين ان هذه يقسم يعني نبين ان هذا يساوي 6 في كارتها هاد كارتها ينتمي للزاد صحيح هذا هو اللي خصنا به. الوغ غير هنا 7 اس ان زائد 2 ناقص 1 تساوي هي 7 اس ان زائد 1 زائد 1 ناقص 1 تساوي 7 اس 1 هي 7 في 7 اس ان زائد 1 ناقص 1 تساوي هاد 7 نقدر نقسمها هي 6 زائد 1 تساوي 6 في 7 اس ان زائد 1 زائد 1 7 اس ان زائد 1 ناقص 1 ياك تساوي نكتب غير حداها هنا هادي صايبه هنا 6 في 7 اس ان زائد 1 زائد هادي هي اللي افترضناها افترضناها هي كتساوي 6 ك زائد 6 ك نعملو بستة تساوي 6 في إلى عملنا بستة شنو تبقى تبقى 7 أس إن زائد 1 زائد 6 عفوا زائد ك ألوغ هذا ينتمي للزاد وهذا ينتمي للزاد ولدينا أو اللي تساوي 6 ك فتحة ك فتحة هو هذا ولدينا ك فتحة ينتمي للزاد إذن شنو نقولو دونك كارت حيت مازال إذن 6 يقسم إذن 6 يقسم 7 أس إن زائد 2 ناقص 1 أي ومنه فإن العبارة من أجل أن زائد 1 وبالتالي وحسب البرهان بالترجع فإن 6 يقسم 7 أس إن زائد 1 ناقص 1 صحيح؟ دونك جاوبنا على التمرين الأول نتلاقاو إن شاء الله في التمرين الثاني.